السلام عليكم وحياكم الله. بتكلم عن كسل المعدة. كسل المعدة ببساطة هو تأخر المعدة في إفراز الأكل أو الشرب إلى الجزء اللي يليها اللي هو الـ12. من العوامل الرئيسية اللي تؤدي إلى كسل المعدة السكري، خاصة النوع الأول إذا كان غير متحكم فيه بعد أكثر من 5 سنين. كذلك بعض الأسباب الأخرى مثل بعض عمليات المعدة، إصابة العصب الحائر، بعض الأدوية مثل أدوية السكر أو أدوية المسكنة للألم، كذلك خمول الغدة الدرقية والعديد من الأسباب الأخرى. ولكن من الأسباب اللي شائعة نشوفها عادة هي الفيروسات، لما تكون في شديدة يكون في بعدها كسل للمعدة لكن يكون مؤقت وبعدها يرجع الإنسان لشكله الطبيعي. الأعراض اللي عادة يشكون منها مرضى كسل المعدة: آلام في أعلى البطن، اللوعة، ترجيع، أحيانا حارج وارتجاع، وفي المراحل المتأخرة خسارة في الوزن ويكون انسداد للشهية. عشان نشخص كسل المعدة ناخذ التاريخ المرضي، معرفة العوامل اللي تؤدي لها، ونعمل لازم منظار لنستبعد الأعراض المشابهة، لأن كسل المعدة يتشابه مع الأمراض الأخرى. المنظار الهدف منه نستبعد الأعراض والأمراض الأخرى، وبعدها التشخيص الرئيسي يكون عن طريق الطب النووي. نعطي المريض وجبة معينة، الوجبة تكون عبارة عن بيض وتوست، وعلى مدى 4 ساعات نقيس مدى تفريغ المعدة. الإنسان الطبيعي يكون عنده المعدل اللي يبقى من الأكل أقل من 10% بعد 4 ساعات، لكن في مرضى كسل المعدة يكون فوق هذه النسبة، وعلى حسب نقسمهم متوسط، خفيف، شديد، على حسب النسبة المتبقية. مرضى كسل المعدة العلاج الرئيسي والأول لهم هو تغيير طريقة أسلوب حياتهم، إن لازم يأكلون وجبات صغيرة متفرقة، لابد أن يقللون الأكلات الدهنية، لابد أن يقللون أكلات عالية الألياف. في حال طبق هذه النصائح أغلب المرضى يستجيبون، لكن بعد ذلك عندنا بعض الأدوية، والهدف من الأدوية هي أن نساعد على تفريغ المعدة، فهي أدوية فقط تساعد مع تغيير نمط الحياة. في حال الأدوية ما أدت إلى النتيجة مع تغيير نمط الحياة، عادة نلجأ إلى بعض التدخلات عن طريق المنظار، وفي بعض الأحيان نلجأ بعد إلى بعض التدخلات الجراحية. وألف سلام عليكم.